يا لا 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 يا الله يا الليل يا ما قال للشي يكون بأمره يكون يا من أجرى سفينة نوح في بحر وموجه تراكم يا من أنجيت يونس من خطر حوت وبحر مليم إنك تعزنا بالدين وتعز الحكومة الرشيدة واحفظ بلادنا وملوكنا والشعب من كل بأس ما بلا عفاكم يا عساكم كلكم سالمين جتني دعوة كريمة وتشرف يومي لبيتها وانشرح خاطري جتني الدعوة وحان السفر لاني احمل تحيات الجنوب ومن ساكن في الجنوب للملك والولي العهد والشعب السعودي النبيل في مطار وفي يوم جينا مطار بها وقالوا حان وقت السفر ويوم رقينا دراج الطائرة وحان وقت السفر واغلقوا بابها من عقب ما نادوا بربط الحزام من واغلقوا بابها من عقب ما نادوا بربط الحزام من على المدرج أقلعنا ووجهتنا الرياض الحبيب في ثواني وجيزة قد رقينا فوقها ما السحب من على قمة جبال السره لامستمتنا السحايب فوق طيارة تعجب كلا حنت جناحينها فوق طيارة تعجب كلا حنت جناحينها في زمن ساعة وربع وصلنا في مطار الرياض في مطار الملك خالد نزلنا وانشرح خاطري لأن في العاصمة والعاصمة بحبها من قديم جيت في مجلس الحكمة وحصلنا خيار الرجال شرواكم الحاضرين والغايبين وجينا في مجلس الحكمة وحصلنا خيار الرجال اللي شرواكم ونعدهم مكسب مع راس مال من على منبر بداية تجر الصوت يا بن حمودة باسم جمع القبايل والمناطق والمدن والبدود باسم صبيان بالأحمر بني عمي حماة الحدود عليكم زو والله إنا على الميثاق وعلى العهد يا بن سعود للملك والولي العهد والدولة نجدد ولانا مملكتنا وثارانا نحتميها من دام قلوبنا مملكتنا وثارانا نحتميها من دام قلوبنا سلامتكم توصيف كامل من يوم من المطار للنزل تسلموا تسلموا الله يعطيك العافية أبو سليمان.